ما رأيك بسؤال عن اشتقاق الكلمات؟ لا بأس. حسن. مما اشتق العقل؟ من عقال الناقة. عقل الناقة ربطها. والعقل إنما سمي كذلك لأنه يعقل صاحبه من الجهل والزلل. صح. نظل في عالم اشتقاق الكلمات وتركيب الألفاظ. سأقرأ عليك هذا البيت: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. السؤال هو: البنى بالضم أم البنى بالكسر؟ وما شأن كل؟ روي البنى بالكسر جمع بنية، مثل كسر وكسرة. وروي البنى بالضم جمع بنية، مثل ظلم وظلمة. صحيح. أحسن. أتعني أنها مثل رشوة في حركة الراء؟ حركة الراء في هذه الكلمة بالضم والفتح والكسر، فرشوة ورشوة تجمعان على رشا، ورشوة تجمع على رشا. أما حركة الباء في بنية وبنية فبضم الباء وكسرها فهي مثناة الباء. صحيح. في حين أن رشوة مثلثة الراء. تصفيق. صحيح جدا. قاتل الله الرشوة والرشا.